السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير حبايبي اخواتي، اغلى حاجة في حياتي. اهلا بكم في قناتي، قناة يوميات نونا بنت السعيد. النهاردة اليوم السابع للكتاكيت البلدي الهجين بتاعتي دي، يعني النهاردة الكتاكيت معايا ما شاء الله تمت اسبوع. شايفين طبعا ما شاء الله النهاردة الحمد لله، اللهم صل على النبي اللهم بارك، ما لقيتش طبعا خالص موت، وجيت طبعا لقيت الفراخ بتاعتي او الكتاكيت بتاعتي دي على صحة جيدة وما شاء الله كلهم حيوية وطاقة ونشاط. انا بقالي 3 ايام زي ما قلت لكم بستخدم ليهم الفلاجيل والمضاد الحيوي، بستخدم ليهم الفلاجيل 12 ساعة والمضاد الحيوي 12 ساعة، بحط ليهم الفلاجيل على المية وكمان المضاد الحيوي على المية، والعلف بحط ليهم العلف كده من غير اي اضافات. تمام، لايك وشير كتير للفيديو، اللي اول مرة يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. اول حاجة بقى انا اخدت الصراحة العلف اللي تحتيهم، طبعا بيكون عليه الفضلات بتاعتهم زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت ليهم علف جديد. بصوا حطيت ليهم علف نظيف. تمام، طب العلف ده احنا هتوديه فين؟ العلف ده بصراحة هنطفه وهاخده للفراخ البياضة والفراخ الساسو بتاعتي. تمام، عشان انا اصلا خلصت العلف بتاعهم، فهضيف لي فهحط ليهم ان شاء الله باذن الله العلف ده. تمام كده، وهبدأ في طبق التحضين ده احط ليهم علف للكتاكيت اللي هي دي البلدي الهجين الصغيرة، هحط ليهم في الطبق بتاعهم ده علف نظيف. تمام، اللي اول مرة طبعا يشوف القناة ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناة ويفعل زر الجرس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه، وان شاء الله باذن الله بستنى طبعا كل كومنتاتكم واسئلتكم، لاني فعلا والله العظيم اللايك والمشاهدات والكومنتات هي اللي مخلياني ما شاء الله بستمر معاكم على اليوتيوب ومستمرة طبعا في تنزيل المحتوى، وان شاء الله باذن الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم يحسن ما بين ايدي وايديكم ان شاء الله. في ان شاء الله باذن الله تحت الفيديو صندوق الوصف حاطه ليكم في لينك القناه الثانيه اللي هي طبعا خاصه بالطبخ، وحاطه ليكم برضو مجموعه فيديوهات من على القناه دي اللي هي طبعا خاصه بعالم الطيور. اتمنى طبعا الفيديوهات دي ان انتوا تروحوا تشوفوها وتنال اعجابكم وتكون مفيده ليكم ان شاء الله. النهارده يا حنان الفيديو عباره عن ايه؟ ان شاء الله باذن الله النهارده الفيديو يعني عباره عن رد على الاسئله. في سؤال الصراحه متكرر عندي في القناه كتير، حابه ان انا اتكلم فيه شويه كده علشان تستفادوا بقدر الامكان منه. تمام، ادي بقى زي ما انتوا شايفين انا هنا اخدت العلف اللي هو كان باقي يعني الكتاكيت، اخدتها للفراخ الكبيره ودلوقتي حطيت ليهم علف نظيف وجديد. تمام، زي ما انتوا شايفين كده. تعالوا بقى بعد ما نخلص طبعا الرد على السؤال، عايزين نشوف ان شاء الله باذن الله الفراخ بتاعتنا باضت النهارده ولا لا، لان امبارح طبعا الفرخه اللي باضت ويوريتكم طبعا البيضه كان حجمها ما شاء الله كبير، وقلت لكم لو الفراخ باضت هتكون طبعا البيضه دي بيضه الفرخه اللي هي بتبيض بيضه بصفارين، ولو الفراخ ما باضتش يبقى هتكون بيضه الفرخه اللي هي طبعا بتبيض كل يوم. تمام، فطبعا لما كسرت البيضه لقيتها صراحه فيها صفارين، ودلوقتي بقى جيت كده على بعد الظهر لقيت طبعا الفرخه الثانيه باضت. تمام، فانا كنت جايساهم كده بالليل لقيت طبعا الفرخه اللي هي بتبيض كل يوم لسه ما باضتش، كانت عليها البيضه، يعني امبارح هي ما باضتش البيضه اللي هي بتبيضها كل يوم. تمام، باضتها النهارده الصبح، الله اعلم بقى الصبح الظهر، المهم ان انا جيت يعني بعد الظهر على الساعه كده واحده لقيت طبعا المكان اللي فيه بيض فيه بيضه من الفراخ البياضه. تمام، هوريها لكم برضو واكيد طبعا هصور معاكم هناك. تعالوا بقى نرد على السؤال، لان فعلا السؤال ده اتكرر اكتر من مره على القناه. في واحده بتقول لي انا يا حنان عندي فراخ كبيره وحطاهم مع بعض فالفراخ طبعا بيضربوا بعض. طيب عايزه اقول لكم على حاجه، الفراخ بتاعتك او الطيور بتاعتك بتضرب بعض او بتنقر بعض، اول حاجه لو لقيتيهم بينكشوا في بعض ويفترسوا بعض هيكون عندك طبعا مشكله. لو لقيتيهم بيضربوا بعض كده من غير نكش او من غير اي دم او من غير اي جروح، يعني ممكن تكوني حاطه طيور كبيره مع طيور صغيره. تمام، فطبعا الطيور الكبيره بتستغل الطيور الصغيره، دي طبعا هيكون برضو مشكله واجب حلها. ازاي بقى احل المشكلتين دول؟ المشكله طبعا لو انت حاطه طيور كبيره مع طيور صغيره تفصلي ما بينهم، ده الحل الوحيد. تمام، انما لو انت عندك طيور من نفس العمر ولقيتيهم طبعا بينقروا في بعض او مثلا بياكلوا ريش بعض او مثلا بيفترسوا بعض،
دي عندك طبعا مشكلة كبيرة وواجب طبعا حلها، والحل الوحيد التغذية السليمة طبعا، وان انت تشتغلي على الاملاح المعدنية في جسم الطيور، وكمان الفيتامينات في جسم الطيور، والكالسيوم في جسم الطيور. الحاجات دي العناصر دي مهمة جدا طبعا ان تكون مكتملة في جسم الطيور، ما يكونش في اي نقص من العناصر دي في جسم الطيور بتاعتك، تمام؟ لاني ما شاء الله انا دلوقتي شوفوا كام دورة وانا ربيتها معاكم هنا على القناة، الحمد لله ما فيش خالص افتراس عندي، سواء كان عندي في الفراخ او عندي في البط. شايفين بقى الفرخة عمر اسبوع ما شاء الله، اللهم بارك. شايفين بقى كلها طاقة وحيوية ونشاط. انا عايزة اقول لكم بقى اني انا ما شاء الله الفراخ بتاعتي دي فيها الوان كتير، بصوا، وان شاء الله باذن الله يعني يكون في برابر كتير كده في الدورة دي، لان بصراحة في ناس كتيرة حاجزة برابر هنا معايا في الدورة دي، وان شاء الله باذن الله يعني يكون في برابر كتير كده في الدورة، تمام؟ امتى يا حنان؟ طب هتعرفي البرابر من الديوك؟ ان شاء الله بعرف البرابر من الديوك بعد ال 15 20 يوم، عشان ما اكدبش عليكم كده بيبقى خلاص بقى بان رؤية بالنسبة لي عندي في الكتاكيت، وضح الفرخة من الديك او البربرة من الديك، تمام؟ لكن دلوقتي الصراحة ما اكدبش عليكم لا مش هقدر اعرف، وحتى لو عرفت ممكن يعني لا قدر الله اغلط ومثلا اقول لا دي ديك ولا ده فرخة او دي بربرة، وبعدين يطلع مثلا في حاجة غلط. فاحنا خلينا بقى لما الفراخ تبان خالص كده، وطبعا في علامات بتظهر على الفراخ لما تكبر بتعرفك طبعا ان دي فرخة وده ديك، وان شاء الله باذن الله لما الدورة دي كده تكبر بعد عمر العشرين يوم اكيد طبعا هعمل معاكم فيديو ازاي تعرفي الفرخة والديك. تعالي بقى قولينا يا حنان ايه العناصر الغذائية المطلوبة علشان طبعا الفراخ بتاعتي او الطيور بتاعتي ما تنكش بعض او ما تنجرش في بعض، تمام؟ اتمنى طبعا ان انتوا تسمعوا الفيديو لحد الاخر علشان ما تفوتكمش منه اي معلومة. اول حاجة بقى مطلوب منك ان انت تشتغلي على الطيور تديهم مثلا حاجة يكون فيها كالسيوم. الكالسيوم طبعا في السمسم، السمسم على فكرة غني بالكالسيوم، غني جدا جدا بالكالسيوم، يعني بصراحة يمكن اكتر المواد الغذائية مليئة بعنصر الكالسيوم السمسم. السمسم ده هتاخديه طبعا تديهم معلقة كل يوم على العلف او على الخلطة اللي انت بتعمليها لطيورك، بس يستحسن لو الطيور عندك بتفترس في بعض او بتنجر في بعض حاولي تديهم فترة كده علف عليهم معلقة من السمسم، تمام؟ طيب وايه كمان تاني يا حنان؟ لو حابة برضو عنصر الكالسيوم يزيد برضو عندك في الطيور، حبة البركة. يعني الصراحة حبة البركة والسمسم دول مادتين حلوين جدا جدا ورخيصين ومليئين ما شاء الله بعنصر الكالسيوم، تمام؟ هتحطي معلقة كل يوم لطيورك على الاكل او على العلف، تمام كده؟ طيب تعالي بقى للفيتامينات. الفيتامينات على فكرة موجودة في كل الخضروات، لو انت مش حابة انا بص دلوقتي بقول ليكي حاجات كده وعناصر غذائية طبيعية، لو انت حابة بقى ادوية اكيد طبعا في ادوية، في ادوية طبعا بيطرية وفي ادوية بشرية، وفي يعني في صراحة حاجات كتير ممكن تجيبيها من الصيدلية البيطرية او ممكن تجيبيها كمان من الصيدلية البشرية، تمام؟ لو انت يعني حابة تجيبي ادوية تقولوا عايزة دواء يزود عندي الكالسيوم عند طيور، يا اما بقى تشتغلي بالسمسم وحبة البركة علشان تزودي عنصر الكالسيوم في جسم الطيور. طب ايه كمان يا حنان ممكن اعمله علشان برضو نتجنب مشكلة الافتراس دي؟ كمان الفيتامينات مهمة جدا جدا زي ما قلت ليكي، وتقدري طبعا تاخديها من كل الخضروات، لان يعني فعلا كل الخضروات فيها ما شاء الله كالسيوم، يعني غنية جدا 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 الخضروات بالكالسيوم، الخضروات بكل انواعها سواء كانت الجرجير او الفيتامينات، فمؤاخذة بالفيتامينات سواء كان الجرجير او الخضرة او البصل او الثوم او الطماطم الفلفل الباذنجان، الحاجات دي كلها على فكرة الباذنجان برضو فيه كالسيوم عالي جدا جدا. الحاجات دي كلها تقدري طبعا تبشريها او تسلقيها نص سلقة وتديها وتقدميها طبعا وجبة اساسية لطيورك كل يوم، تمام؟ يا اما برضو تجيبي مجموعة الفيتامينات والاحماض الامينية اللي انا بستخدمها لطيوري، اللي هي طبعا وريتها لكم قبل كده 100 مرة في القناة، يعني اتمنى ان انتوا تروحوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده هتشوفوا طبعا، واسمه الامينوفيت،
الامينو فيت مجموعه من الفيتامينات والاحماض الامينيه، برضو بتزود ما شاء الله عنصر الفيتامين في جسم الطيور. طيب ايه كمان تاني؟ الاملاح المعدنيه. الاملاح المعدنيه ازاي يا حنان ازود الاملاح المعدنيه في جسم الطيور، في جسم الطيور بتاعي، وكمان اتفادى مشكله النقر او الافتراس؟ بالملح الطعام، ملح الطعام، ملح الطعام، تمام. الملح الصخري اللي احنا بنستخدمه عادي في المطبخ، تمام. يا اما بقى تجيبي ثنائي فوسفات الصوديوم، ده برضو ما شاء الله غني باملاح المعدنيه، يا اما برضو تجيبي المضاد الحيوي، ده برضو ما شاء الله ده غني بالاملاح المعدنيه اللي هو الاكسده، تجيبيه وتديهم طبعا 5 ايام منه، وان شاء الله باذن الله تتفادي طبعا مشكله الافتراس دي او النقر. يا رب اكون طبعا جاوبتكم على السؤال بقدر كافي، ومعلومات ان شاء الله باذن الله تكون قيمه ومفيده ليكم، واتمنى طبعا ان انتم تجربوا وتطبقوا الكلام اللي انا قلته ده، وان شاء الله باذن الله المشكله تتحل معاكم. بس للامانه يعني المشكله مش بتتحل من يوم او اتنين او ثلاثه، حاولي بقدر الامكان ان انت على الاقل تستمري اسبوع او 15 يوم على الكلام اللي انا قلته لك ده، وان شاء الله باذن الله المشكله تتحل معاكم. يلا بينا بقى تعالوا في اخر كده الفيديو، ونقفل الفيديو مع بعضين عشان خلاص عدى العشر دقائق، نشوف طبعا الفراخ الثانيه ونشوف البيضه اللي بيضتها الفرخه. تعالوا بقى هنا نشوف طبعا البيضه، ونشوف احنا هناكل الفراخ البياضه والفراخ الساسو دي ايه. عايزه بس اوريكم ان الفراخ الساسو ما شاء الله الوزن بتاعها اختلف معايا، وشكل الفراخ كمان شايفين ما شاء الله قفلت معايا ريش، يعني حاجه كده زي الفل. ده طبعا العلف اللي انا جايباه من عند الكتاكيت، نظفته زي ما انتوا شايفين كده وحطيته للفراخ. بصوا شايفين ما شاء الله الفرخه، الفرخه دي على فكره عمر 45 يوم ما شاء الله، جايبه معايا الكيلو الا ربع. بصوا، واكيد طبعا قبل ما هبيع الفراخ دي، لو هبيع منها يعني، اكيد طبعا هوزنها معاكم. شايفين ما شاء الله الديك الساسو ده، الديك الساسو ده الوحيد بقى اللي مش هيتباع حتى لو بعت الفراخ الساسو، انما الديك ده علشان انا اصلا ما عنديش ديك على السطح، الديك ده بصراحه هخليه علشان ان شاء الله باذن الله يديني الانتاج اللي انا عايزاه، اللي هو طبعا ايه حنان، اللي هو طبعا ان شاء الله باذن الله الكتاكيت الهجين البلدي الهجين زي الكتاكيت اللي عندي دي. شايفين بقى ده قشر البيض، بس اهم حاجه طبعا ان انت تحمصيه في الفرن وتقدميه لطيورك، ده كمان على فكره غني جدا جدا بالكالسيوم، وبيكون ما شاء الله بيزود يعني عنصر الكالسيوم عند طيورك. يعني يا حنان الفراخ البياضه دي مش هتاكل البيض لما تعملي لهم القشر كده، لا ابدا، الفراخ البياضه او اي طيور بتاكل البيض منك بيكون اصلا عنديها مشكلة، فهي هتاكل البيض ليه؟ علشان طبعا الكالسيوم بيكون ناقص في جسمها، فحابة طبعا ان هي تزود الكالسيوم في جسمها. لكن طول ما العناصر الغذائية مكتملة في جسم الطيور عمرهم طبعا ما هتلاقي عندهم اي مشكلة، تمام؟ اهو، وده طبعا برضو لو حابة ان انتي تستغني عن السمسم وحبة البركة، تعملي طبعا مطحون البيض كده اللي هو مطحون القشور، يعني مطحون قشور البيض، وما شاء الله الصراحة هيبقى حلو جدا جدا معك. اهو بصوا ما شاء الله مش مستغربين ولا حاجة، لا بالعكس، اهو بياكلوا فيه وبينجروا طبعا فيه. بصوا بقى ده طبعا ثنائي فوسفات الصوديوم، وبرضو غني بالاملاح المعدنية اهو. شايفين؟ عايزه اوريكم بس مجموعه الفيتامينات برضو، عشان انا قلت لكم يعني روحوا شوفوها في الفيديوهات التانية. واهي بصوا اهي الامينو فيت ده على فكره حلو جدا جدا لنقص الفيتامينات عند الطيورك، تمام. تعالوا بقى نشوف البيضه بتاعتنا علشان خلاص كده هنقفل الفيديو. وعلى فكره بواجي اكل المطبخ مهم جدا جدا الصراحه للطيور، لان فعلا والله بجد هو طبعا بيخلي طيورك ما شاء الله ما عندهاش نقص فيتامينات خالص. انا دايما كده بحط ليهم ما شاء الله
واجي اكل المطبخ تمام، وبحط ليهم في الميه يا اما ثنائي فوسفات الصوديوم يا اما طبعا الفيتامينات اللي انا وريتها لكم دي. تعالوا بقى نشوف البيضه، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين بقى كل يوم الحمد لله بلقى بيضه عنده طيوري، وده ما شاء الله رجع طبعا الحمد لله للاهتمام والتغذيه السليمه اللي انا ما شاء الله بعملها مع طيوري تمام. يلا بينا بقى هنقفل مع بعضينا الفيديو. خلاص بقى كده اخر حاجه هحط ميه طبعا بمجموعه الفيتامينات الامينيه دي، زي ما قلت لكم انا بستخدم ثنائي فوسفات الصوديوم، مجموعه الفيتامينات والاحماض الامينيه دي للطيور سواء كانت الكتاكيت او سواء كانت الفراخ الكبيره تمام. بس بصراحه بستخدمهم مرتين بس في الاسبوع، يعني انا عندي لتر الفيتامينات ده ممكن ياخد معايا شهور تمام، لان هو طبعا سنتي واحد بس هتستخدميه على لتر المي ب 120 جنيه للي حابب طبعا يسالني على سعره، وثنائي فوسفات الصوديوم ب 10 جنيه. وعلى فكره الحاجات دي بتطول معاكي جدا جدا. لحد هنا طبعا الفيديو بتاعنا يكون خلص، كنت معاكم حنان سيد من يوميات نونا بنت الصعيد، اتمنى ان نكون فدتكم بالفيديو، لايك وشير كتير للفيديو، واللي اول مره يشوف القناه ينزل تحت الفيديو يعمل اشتراك للقناه ويفعل زر الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو تتفرجوا عليه. مع السلامه يا اخواتي، باي باي.